الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، ما كتاب اللعان من كتاب المهذب؟ مسألة: ويبدأ بلعان الزوج فإذا التعن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبدأ بلعان الزوج فإذا التعن المرء، فإذا التعن يعني الزوج بدأ باللعان، فإذا التعنت المرأة قبل لعان الزوج أو قبل أن يقبل لعانه ولم يعتد بلعانها. هذا عندنا في المذهب. لما؟ لأن الله رتب، والترتيب توقيفي هنا، لأنه قال: والذين يرمون أزواجهم، يعني بعد ما يلعن قال: ويدرأ عنها العذاب. وهذا دلالة واضحة جدا على 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 وجوب الترتيب. يعني أما مالك وأبو حنيفة قالوا يعتد به، وقالوا الترتيب هنا ليس بواجب أنها تلتعن، لكن الحق أن هذا مرتب، لأنها هي أصالة لما تلتعن؟ هي تلتعن لتدرأ العذاب عن نفسها، والعذاب هو الحد، وإنما يجب ذلك عليها بلعان الزوج، أن الزوج يلاعن فيتدرأ عن العذاب، وإلا إن لم تلاعن هي تحد، إن لم تلاعن تحد، فيتدرأ عنها العذاب وهو الحد، تدرأ عنها باللعان. فكان الأمر على الترتيب، يعني لعانها لا يتأتى إلا بعد لعانه هو، وإنما يجب ذلك عليها بلعان الزوج، لأن اللعان عندنا يمين، وعند أبي حنيفة شهادة، وأيهما كان فقد أتت بلعانها قبل وقته فلم يعتد به. مرتب والترتيب التوقيفي هنا، لا سيما أن الله بين الفائدة والثمرة من ذلك بأن اللعان لدرء العذاب عنها، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. طيب، حاضر، ضعي سؤالك وسأجيب إن شاء الله. أبشري خيرا، رفع الله عنك الغمة، ونسأل الله أن يرضى عنك وأن ييسر لك أمورك. قياسا على الرجل إذا ادعى على رجل حقا فقال المدعى عليه: والله ما لك عندي شيء، لم يعتد به، وهكذا لو شهد له بذلك شاهدان قبل أن يسأل الشهادة لم يعتد بهذه الشهادة حتى يستدعيه الحاكم أو القاضي. نعم، فإن حكم حاكم بتقديم لعانها، فحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي قال: نقض حكمه، لأن الترتيب واجب هنا، وظاهر جدا في السياق الترتيب واجب. مسألة أخرى، يبقى إذن هذه المسألة في الترتيب على الملعنة، أنه ملعنة الزوجة لا تكون إلا بعد ملعنة الزوج، مرتبة. نعم، ضعي سؤالك وسأجيبك إن شاء الله، جزاكم الله خير. وإذا لعن الرجل امرأته تعلق بلعانه 6 أحكام. طيب، أنا سأجيبك عن سؤالك الأول، نرجع إلى المهذب ومسألة أخرى في كتب في اللعان، لأنني أريد كما قلت أن أنتهي من كتاب اللعان كلية. مسألة: وإذا لعن الرجل امرأته تعلق بلعانه 6 أحكام. أحد هذه الأحكام سقوط حد القذف، هو يقذف امرأته بالزنا، هذا عليه الحد. ولذلك النبي ماذا قال للهلال؟ قال: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فهنا يدرأ عنه الحد بأن يلاعن، فإذا لعن سقط عنه حد القذف، كما قال هلال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيبرئ ظهري، فأنزل الله خروجا من ذلك أو تبرئة له، أنزل آية اللعن، حتى ولو كان وجوبا 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 لابد من الاتصال به حتى لو كان عاقا هو. يبقى إذن الأول سقوط حد القذف، وبه قال عمر وعثمان وابن مسعود وعثمان البتي، وقال أبو حنيفة: لا يجب على زوج حد القذف لزوجته ولا يكون لعنه مسقطا، وهذا خطأ مبين، ودليلنا من السنة ظاهر، حديث هلال بن أمية عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، عندما قال: لو قتل وقتلتموه، ولو سكت سكت على ضيم، فقال: البينة أو حد في ظهرك، حتى أنزل الله تعالى: الذين يرمون أزواجهم، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. قال هلال: كنت أرجو ذلك من ربي. عندنا فرع على هذا التأصيل: وإن قذفها بالزنا برجل بعينه فقد وجب عليه حدان، حد لها وحد للمقصوف. يعني قذفها بشريك، قذفها بسين بصاد، فهنا حدان،
حد الأول حد لها للقصف حفاظا على عرضها، وحد للمقصوف الذي قذف بها أو قذفها به. نعم. فإذا التعنى وذكر الزاني في اللعان سقط عنه الحدان. خالف أبو حنيفة، أي نعم الوالد يكون أثم بذلك فغفر الله له، لكن أنت عليك أن تؤدي حتى ولو أشرك، عليك أن تؤدي البر في مقامه. طيب، هنا قلنا عندنا في المذهب إذا التعنى وذكر الزاني في اللعان سقط عنه الحدان، حد القصف المرأة وللزاني. وأبو حنيفة قال إذا قذفها برجل بعينه وجب له حد عليه حد القذف، ولم يجب لها عليه حد، وإنما يجب عليه اللعن. فإن طلبت الزوجة اللعن فلعنها حد بعد ذلك للأجنبي. وهذا مخالف أيضا للأثار والأحاديث التي جاءت. لما هو قذفها بشريك ابن سحماء ومع ذلك لم يحد له، وإن طلب الأجنبي أن يحد له أولا حد له، ولا يلاعن زوجته لأن المحدود لا يلاعن عنده. فخالف في ثلاث مواضع. شوف، خالف أبو حنيفة خالف في ثلاث مواضع. أولا أنه لا يجب على الزوج حد القذف بقذف زوجته، والصحيح أنه يجب عليه الحد، ولأن الله جعل اللعن حتى يدرأ عنه العذاب. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليك ورفع مقامك. الثاني أن المحدود بالقذف لا يلاعن، وقد مضى الدليل على أن المحدود بالقذف أيضا يلاعن، لأن الله جل في علاء عمما والذين يرمون أزواجهم، تعميم سواء كان محدودا أو غير محدود، فجعل له المخرج من الحد. ثانية هو أن يلاعن. والقاعدة الأصولية طبعا عند العلماء كما قررناها كثيرا في هذا الباب أن العام يبقى العام العمومي ما لم يأتي مقيد يقيده، أو مخصص يخصصه. والدليل عليه ذلك قول لا جل عموم قول لا جل في علاه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. فجعل الله موجب القذف للزوجة اللعان، ولم يفرق بين أن يقذفها برجل معين أو غير معين، فكان الأمر على التعميم. ولأن هلال قذفها بشريك ابن سحماء ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولم يوجب النبي على هلال بقذف لشريك ولا بقذف لها، عندما لعن أسقط عنه الحد. عندنا في هذا الباب اللعان أسقط عنه حدين، الحد للأجنبي إذا قذفها بأجنبي، والحد لها، نعم، يعني قذفها. فإن قيل كان شريك ابن سحماء يهوديا فلا يجب الحد بقذفه، قلنا وإن كان فإنه يجب التعزير بقذفه، والحد والتعزير في الوجوب والسقوط واحد. وإن لعنها ولم يذكر الزاني بها ففيه قولا يسقط عنه حد القذف، لأن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء ولم ينقل أنه ذكره في اللعان، ولم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شريك أن له التعزير عند هلال، فدل على أن ذلك يسقط باللعان، ولأنه رماها بزنا واحد. فإذا ثبت صدقه في جهتها ثبت في جهته، لأنه لا يتبعد، والثاني لا يسقط عنه، هو الأصح، لأنه حد يسقط باللعان فكان من شرط سقوطه ذكره في اللعان، يعني إن لم يذكره في اللعان سقط، لم يسقط، فهو يذكره حتى يسقط، وإلا فيكون مطالب به. الله أكبر، شعبة في قلبي، شعبة الآن في الرياض وهو يستمع، ما يترك يستمع ويتابع الدروس بفضل الله جل في علاه. الله يجمع بيننا في خير يا رب، الله يجمع بيننا في خير، اللهم أمين يا رب العالمين. وأما بالنسبة لشريك، قلنا القول الثاني أنه لا يسقط عنه أحد القصف إلا أن يذكره، وهذا هو الأصح، وهذا هو المعتمد في المذهب، لأنه حد يسقط باللعان فكان من شرط سقوطه ذكره في اللعان كحد المرأة. وأما الخبر فإنما لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر أنه قد بلغ شريك ابن سحماء، فعلى هذا إذا أراد أن يسقط حده أعاد اللعان وذكر الزوجة وذكر الزاني باسمه، قال زنت بعمر بزيد بعمران، المهم أنه يذكر حتى يسقط عنه حد القصف بالملعنة له ولها. وإن رماها بالزنا برجل بعينه ولم يقم عليهما البينة ولم يلاعن فجاء وطلب أن يحد لهما، كم يحد؟ من أصحابنا من قال فيه قولان، يحد لهما حدين وهذا الأقرب، وقيل القول الثاني يحد لهما حدا واحدا كما قلنا في من قال رجلين زانيتهما، ومنهم من قال يحد لهما حدا واحدا قولا واحدا لأنه رماهما
بزنا واحد، بخلاف ما لو قال لاثنين زنيتما فإنه قذف كل واحد منهما، قذف كل واحد منهما بزنا. عامة والأقرب أن يكون الأمر على الحدين لا حد واحد، على الحدين لا على حد واحد، لأنه يكون قد رماها ورماه. نعم. فأما دريئة الزوجة وحدها فطلبت بحدها فحد لها، ثم جاء الرجل المرمي فطلب بحدي، فقلنا في التي قبلها يجب عليه حد واحد، إذن لا يحد ثانية، وإن قلنا يجب لكل واحد حد فلا بد أن يحد. وإن عفت المرأة عن حدها، قلنا قبل ذلك وبينا بأن حد القذف أنه حق لمن حق للمغزوف، يعني لو عفى له أن يعفو. وإن عفت المرأة عن حدها وطالب المغضوب بحده حد له، لأنهما حقان آدميين، فلم يسقط حق أحدهما بسقوط حق الآخر كالديون، وهذه حقوق وأعراض. نعم. وإن اعترفت المرأة أن الرجل المرمي بها زنى بها، سقط عن الزوج حد القذف لها، ووجب عليها حد القذف للرجل لأنها قذفته، وكذلك يجب على الزوج حد القذف له أيضا لأنه قذفه. الحكم الثاني المتعلق بلعان الزوج هو أنه يجب على الزوجة حد الزنا بلعان الزوج، يعني هو لو قذفها بالزنا يجب عليها الرجم إلى الموت، ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها هذا الحد أن تلاعن، يدفع عنها هذا الحد أن تلاعن. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وعثمان البتي قال لا يجب عليها الحد، وهذا مخالف للدليل والذين يرمون أزواجهم. ماذا قال؟ قال ويدرأ عنها العذاب، والعذاب المقصود به هنا في الآية هو الحد، إذن هم خالفوا ظاهر الآية، الآية ظاهرة جدا عندما قالوا الذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. نعم. قال الله تعالى بعد هذه الشهادة بأربع شهادات ويدرأ عنها العذاب، عن الحد أن تشهد أربع شهادات، يعني تلاعن هي أيضا حتى تدرأ عنها العذاب، ولأن لعن الزوج كالبينة في سقوط حد قذفها عنه، فكان كالبينة في إيجاب حد الزنا عليها، ولها أن تسقط ما وجب عليها من حد الزنا باللعان، باللعان لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. وإن كان الزوج قد قذفها برجل بعينه وذكره في اللعان لم يجب على المغضوب حد الزنا بذلك، لأنه لا يصح منه إسقاط ذلك باللعان، فلم يجب عليه حد القذف باللعان. لأن الأصول الشرعية أن حد الرجم أو حد الجلد أو حد الزنا يعني لا يكون إلا بشهود أربعة أو الإقرار، يعني لابد البينة أو الإقرار، لابد البينة أو الإقرار. الحكم الثالث إن كان هناك حمل أو ولد منفصل ونفاه الزوج باللعان انتفى عنه ولحق بالمرأة، يعني إن كان هناك حمل أو ولد منفصل، طبعا الحمل قلنا أنه لا يلعن حتى ينفصل، وله على قول المزني أن يلاعن مع وجود الحمل. فنفاه الزوج انتفى عنه ولاحق بالمرأة، وقيل لا ينتفى عنه، صحيح أنه ينتفى عنه، اللعان فيه نفي، ولذلك عندنا دليل واضح جدا عن حديث ابن عباس أن النبي لعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما، قضى ألا يدعى الولد للأب، وأنها لا ترمى ولا ولدها، فمن رماها ولدها فعليه الحد. يبقى إذن انتفى من الولد، والولد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها إن جاءت به خدل الساقين أجعد الرأس أو الشعر، جعد الشعر إلى آخر الأوصاف التي وصفها، وجاءت به على وصف المذموم، قال لولا كتاب الله أو قال قول البينة لكان بيني وبينها شأن، لكان بيني وبينها شأن. فإن لم يذكر الزوج الولد في اللعان وأراد نفيه أعاد اللعان وذكره، لأنه لم ينفي باللعان الأول، لا بد أن يعيد اللعان أربع شهادات مرة ثانية، ويعيد بذكره، إما أن ينفي الولد أو يذكر الذي رماها به حتى لا يحد عنه. نعم. فإن عارضته المرأة باللعان فإنها لا تذكر الولد في لعانها، لأنه لا سبيل لها إلى إثبات النسب ولا إلى نفيه، المسألة هنا على الرجل. قال الطبري وكل موضع كان المقصود من اللعان نفي الولد لا غير، هل تعارض المرأة باللعان؟ في وجهان، والصحيح أنها لا تعارض. الحكم الرابع إذا لعنها وهي زوجة له وقعت الفرقة بينهم، وهذه فرقة تقع بإيش؟
باللعان، بالفراغ من اللعان تقع الفرقة وتكون تأبيدا، يعني لا معاودة. الذي طلقها طلاقا ثلاثا أو ثالثا وبانت منه بينونة كبرى فإنه يعود إليها إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها، فله أن يتزوجها. لكن هنا إذا حدثت الفرقة باللعان فلا اجتماع مرة ثانية بحال من الأحوال. عثمان البت يقول لا يقع باللعان فرقة. قال أبو حنيفة لا تقع الفرقة باللعان، وإنما يفرق الحاكم بينهما إذا فرغ الزوج من اللعان. فلو طلق الزوج بعد اللعان وقبل أن يفرق الحاكم بينهما وقع الطلاق، لما روى عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته في زمان النبي ففرق النبي بينهما. قال إذا رجعت المسألة على الحاكم والقاضي هو الذي فرق بينهما. وفي رواية ابن عباس أن هلال بن أمية لعن امرأته ففرق النبي بينهما، فأبو حنيفة يستدل بالروايتين على أن المسألة راجعة للقاضي، يعني بذات اللعان لا تحدث الفرقة، الفرقة تكون بالقاضي. طب الثمرة، الذين قالوا باللعان تحدث الفرقة، ما الثمرة في الفرق؟ بين الثمرة في ذلك أنه لو طلقها وقع الطلاق، يعني بعد اللعان ولم يفرق بينهما القاضي فقال لها أنت طالق، وقع الطلاق. وهنا يرجع إليه بعد ذلك حد القذف وغير ذلك من الأحكام. هذه الثمرة في الخلاف بينهما، الخلاف بين المذهب وبين الأحناف. وأيضا روي أن العجلاني لما لعن زوجته عند النبي قال إن أمسكتها فقد كذبت عليها، هي طالق ثلاثا، فطلقها، بادر بالطلاق وطلقها ثلاثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، أصلا لا سبيل لك عليها، هذه دليل للشافعية لا للأحناف. ولم ينكر النبي أنه قال إن أمسكتها وكذبت عليها وطلق. قد ورد حديث، وهذا حديث في ضعف صراحة يتمسك به الشافعية، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، فأخبر أنهما لا يجتمعان باللعان، وأن الفرقة وقعت بينهما باللعان، ولأن فرقة متجردة عن عوض لا تنفرد به المرأة فواجب أن يقع بقول الزوج وحده كالطلاق. وطبعا متجردة عن عوض، هذا احتراز عن إيش؟ عن الطلاق بالعوض، وهو الخلع عندنا. وقولنا لا تنفرد به المرأة احتراز من الفسخ بالعنة والإعصار بالنفقة، لأنها هذا اسم الفسخ بالعيب، احتراز منه أيضا. عامة المسألة خلافية، هل تقع الفرقة باللعان أم تقع الفرقة بتفريق القاضي؟ وإن كان الأقرب أنها باللعان، كيف تبقى معه، يعني هو لو لعن ولم يطلق تكون معه وتكون له؟ هو صحيح أنها باللعان تقع الفرقة. والحديث لو صح، والحديث لما صح، الحديث لو صح لكان فاصلا في الخطاب، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، فعلق عدم الاجتماع باللعان. وأما خبر العجلاني فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها أي للإمساك والطلاق، لأنها قد بانت منه بينونة لا اجتماع فيها بعد اللعان. ولأن العجلاني ظن أن الفرقة لم تقع باللعان فلذلك طلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أرشده وبين له عندما قال كذبت عليها أن طلقتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. فقال أين ماري، أي إذا لم يكن لي إمساك ولا طلاق، فأين الذي أعطيتها؟ فقال النبي إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهذه أبعد. أما الحكم الخامس أن الفرقة باللعان فسخ وقع به التحريم مؤبدا، يعني لا يحسب طلاق، الفرقة باللعان فسخ ولا يقع طلاقا وقع به التحريم مؤبدا. قال مالك وربيع وداود لا يقع زوال الفراش والتحريم إلا بالعانيمة جميعا. قال أبو حنيفة ومحمد والفرقة الواقعة باللعان طلقة ثانية ولا يتأبد التحريم، وهذا صراحة بعيد جدا كلام الأحناف ومخالف لظاهر الحديث. نعم، لأن في الحديث صريح أنه قال له لا سبيل لك عليها، انتهى، لا سبيل لك عليها. ولو صحت الرواية لا يجتمعان المتلعان لا يجتمعان لكان نصا في المسألة. فرع وإن تزوج امرأة وأبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية. أعتذر عفوا، فرع إذا تزوج امرأة وأبانها ثم قذفها بزنا
أضافه إلى حال الزوجية، وكان هناك نسب فلعن لنفي أو تزوج امرأة تزويلا فسدا وأتت بولد منه يمكن أن يكون منه، فلعن لنفي، فهل تحرم عليه المرأة على التأبيد؟ فيها وجهان، لا تحرم، لأن التحريم يتعلق بفرقة اللعان ولم يقع بهذا اللعان فرقة، فلم يقع به تحريم مؤبد، لأنها لابد أن تكون زوجة. الثاني تحرم على التأبيد، وهذا المعتمد في المذهب وهو الأصح، تحرم على التأبيد لأن كل سبب أوجب تحريما مؤبدا إذا صادف الزوجية أوجبه، ولم يصادف الزوجية كالرضاع فهو أيضا يكون التحريم فيه على التأبيد. فقولنا تحريما مؤبدا احتراز من الطلاق، لأن الطلاق فيه رجعة، ولأن العان قد صح فتعلقت به أحكامه، حتى لو كان الطلاق بائنا وكانت البينونة بينونة كبرى، كما قلنا إن تزوجت غيره وطلقها فله أن يتزوجها، له أن يتزوجها. وإن تزوجها وقذفها ولم يكن هناك نسب نفاه باللعان، فلعنها لإسقاط الحد، وقذفها ففي لعن، ولو كان في ولد يريد إسقاط نفي الولد يكون باللعن أيضا، فلعنها لإسقاط الحد. ثم بان أن النكاح كان فاسدا، قال القاضي أبو الطيب لم تحرم وجها واحدا، لأن تبين أن اللعان لم يقع في موقعه الصحيح كان فاسدا، ولأن اللعان لا يزود في النكاح الفاسد إلا لنفي الولد حتى لا تكون المضرة، لكن لا يكون فيها القصف فيه. فإن لم يكن هناك ولد تبين أن اللعان كان فاسدا فلم يتعلق به التحريم. والمعنى هنا أراد أن يقول بأنها لم تحرم عليه، لما؟ لأنه لم يكن وقع اللعان موقعا صحيحا. طبعا هناك فروع كثيرة، نقف عند هذا الفرع وننتهي منه، لأننا أطلنا جدا في كتاب اللعان، وننتقل إلى كتاب الأيمان في الدرس القادم بإذن الله. أختم بفرع أخير، وإن اختلف الزوجان فقالت الزوجة، يمكن أن نقول أن هذه مسألة الخلاف بينهما، القول قول من في هذا الباب. يعني إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا فأنكر، قال لا ما قذفتها، فأنكر فأقامت بينة أنه قذفها، فإن قال أنا ألاعن جاز له ذلك، لأن اللعن لا يسقط عنه ويدرى عنه العذاب. اختلف أصحابنا لما جاز له أن يلاعن، فمنهم قال إنما جاز له أن يلاعن لأنه لم يكذب البينة، لأنها شهدت عليه أنه قذفها، وهو يقول ما قذفت لأني قلت لها يا زانية، وليس ذلك بقصف بل هو صدق، والقصف ما ترد من الكذب والصدق، هذا إذا كانت البينة، إذا كانت البينة. فأما إذا قال ما قلت لها يا زانية وشاهدت البينة أنه قال ذلك، لم يكن له أن يلاعن لأنه مكذب لها، فلا تكون البينة هنا، لا يكون الملعنة له لأنه كذب نفسه. ومن من قال له أن يلاعن لأنه لا يكذب نفسه، وأما البينة فهو مكذب لها، لأن البينة تشهد أنه قذف وهو يقول ما قذفت، فهو يكذب البينة ما يكذب نفسه، لكن لو كذب نفسه ليس له الملعنة، وما رماها به فهو حرام إلى أن يحقق باللعان، وإنما لا يجوز له أن يلاعن، أن لو قال ما زنت ثم قال ألاعن لم يكن له ذلك لأنه قد كذب نفسه، هذا التعليل هو المنصوص للإمام الشافعي. يبقى لنا آخر مسألة، وإن اختلف الزوجان فقالت الزوجة قذفتني قبل أن تتزوج بي فلي عليك حد لا يسقط باللعان، وهو لأنه لو قذفها قبل الزواج ما في ملعنة، الملعنة بين الزوجين، إما أن يأتي بالبينة إما حد القصف. وقال الزوج بل قذفتك بعد أن تزوجت بك ولي إسقاط الحد باللعان، فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنهما لو اختلف في أصل القذف كان القول قوله مع يمينه، فإذا اختلف في وقته كان من باب أولى القول قوله. وهكذا إن قال قذفتك قبل وقوع الفرقة وقالت بل قذفتني بعد وقوع الفرقة، فالقول قول الزوج مع يمينه. وإن قالت قذفتني وأنا أجنبية منك ولا نكاح بيننا، وقال بل قذفتك وأنت زوجتي، فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل عدم النكاح بينهما إلا إن أقام الزوج بينه على النكاح، فيكون القول قوله مع يمينه على وقت القذف. وهكذا لو قذف رجل أجنبية فقال قذفتك وأنت مرتدة، وقالت ما كنت مرتدة، فالقول قولها مع يمينها، لأن الحق هو يريد إسقاط الحق، والحق ظاهر هنا الآن فلا يسقط، لأن الأصل عدم الردة، والقول قولها كما قلنا هو يريد إسقاط حقا قام، فإن أقام بين على ردتها فالقول قوله مع يمينه أنه قذفها في حال ردتها، لأنهما لو اختلف في أصل القذف لكان القول قوله.
فكذلك إذا اختلف في توقيته. وبهذا نكون بفضل من ربنا ونعمة قد من الله علينا بختام كتاب اللعان من كتاب المهذب، وانتقلنا إلى كتاب الأيمان. والله أنا أسعد الناس بهذا. نحن قريب إن شاء الله نحاول ننتهي من كتاب المهذب كلية. اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين، اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين. كما قلت أنا سأنزل يعني إن شاء الله كتاب التنبيه مع كتاب المهذب، ولعله في يوم من أيام المهذب أجعله التنبيه، وسأعطي عشان هذه بناء على رغبة الإخوة الأفاضل المبتدئين في هذا الباب أننا سنشرح مرة ثانية كتاب متن أبي الشجاع، ولكن كما قلت بنفس طريقة المتقدمين لا طريقة المتأخرين، والكلام على بيان الدليل وإظهار الدليل أو التعليل في هذا الباب فسيكون إن شاء الله في الليل بإذن الله يوم الاثنين إن شاء الله.